على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم في حب مصر. في حب مصر التاريخ بيذكر اشياء واشياء، لكن بالنسبه للمستقبل والحاضر فاحنا بيسعدنا وبيشرفنا وجودنا النهارده في ضيافه الدكتور المهندس مصطفى امين مدكور، رئيس مجلس اداره مجموعه شركات مدكور. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. طبعا احنا سعداء جدا بوجودنا النهارده في ضيافه حضرتك. الله يخليك، اهلا وسهلا. مصطفى، انا عارفه طبعا ان في يعني حضرتك شاركت وعملت استثمارات عديده جدا جدا في الخير وفي رفع الاقتصاد المصري في مجال الطاقه. انا حابه ان حضرتك تعرفني بنفسك اكتر وتعرف طبعا كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده، وكمان تعرفنا عن الانجازات والمشاريع اللي بتعملها مجموعه شركات مدكور. اشكرك. انا اسمي دكتور مصطفى امين مدكور، انا خريج كليه الهندسه جامعه القاهره سنه 1985، وكنت مدرس في كلية الهندسة جامعة طنطا لغاية سنة 2007. استقلت من الجامعة سنة 2007 ومارست العمل الهندسي من أول تخرجي كمهندس استشاري، بقدم خدمات استشارية في مجال الطاقة، ومن سنة 2007 مارست العمل كمقاول يستطيع عمل التصميمات والتنفيذ وإدارة المشروعات لتنفيذ المشروعات القومية. ده مكنني ان انا اساهم في عدد من المشروعات القومية اللي تم تنفيذها خلال العشرين سنة الاخيرة، خلينا اقول كمسؤول اول ومباشر عن عدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها. الحقيقة في سنة 2015 أنا قمت بتأسيس مجموعة مدكور بعد العمل لفترات في أماكن مختلفة وفي شركات مختلفة. في سنة 2015 أسست مجموعة مدكور كمجموعة اقتصادية تساهم في النمو اللي بيحصل في البلد، ويكون لها دور في تنفيذ المشروعات القومية اللي الدولة بتسعى إلى تنفيذها، استغلالا للخبرة اللي موجودة عندي في المشروعات، وفي نفس الوقت لإيماني وقناعتي بأنه الشركات المصرية مع وجود يعني أيدي عاملة مصرية تستطيع أن هي تتحمل مسؤولية مشروعات لصالح البلد وتقدر تنفذها بالكامل بأيدي مصرية، وده كان السبب الجوهري اللي شجعني ان انا اسس مجموعه مدكور وابتدي استعين بمجموعه من الشباب اللي بتشتغل معايا فان احنا نشترك في عدد من المشروعات، والحمد لله اشتركنا في عدد مشروعات ممكن نتكلم عن بعضها حققنا فيها انجازات اعتقد انه لاقت القبول التام من المسؤولين وكان لها دور محترم في ان احنا ننفذ مشروعات ناجحه في مدد زمنيه قصيره جدا.
مصطفى، هل هدف مجموعة شركات مدكور أو هدف حضرتك في تأسيس شركات مدكور هو مجال الطاقة، وإن أنت تقدم فرص عمل للشباب وتبرز إن مصر والشباب المصري قادر على إن هو ينفذ المشروعات في مجال الطاقة أحسن من أي شركة تانية أجنبية؟ الحقيقة يعني أنا مش بس بستهدف مجال الطاقة، أنا بخبرتي في العمل الهندسي، العمل الهندسي الشركة اللي بتقوم بالعمل الهندسي بتكون مسؤولة عن تنفيذ مشروع متكامل. الطاقة طبعا واحدة من المجالات اللي أنا متخصص فيها، وبالتالي التركيز الأول على مجال الطاقة، لكن احنا بنشتغل في مجالات تانية دلوقتي كمجال الإنشاءات وبعض الأعمال في مجال الزراعة. لكن بصفة عامة الهدف اللي مذكور بتسعى ليه هو ان احنا نقول احنا عندنا مجموعة شباب مصريين تحت إدارة مصرية لتنفيذ مشروعات تخدم الدولة. الكلام ده في النهاية واحنا فعلا بنسعى لده بيقلل في التكلفة على الدولة، اتنين بيوفر عملة صعبة نتيجة ان احنا بنقوم بمشروعات كان البديل للي يقوم بيها هي شركات أجنبية، فالنهارده احنا بندخل وبننافس الشركات الاجنبيه في ان احنا ننفذ مشروعات، وبالتالي ده بيقلل العبء الدولاري على الدوله المصريه. المستهدف الاخر ان احنا نطلع كمان نشتغل بره وناخد مشروعات ننافس بها الشركات الاجنبيه بره مصر، وده يخلي فيه دخل بالعمله الصعبه للدوله، ويساهم في او يعني عندنا فرصه ان احنا نساهم في تحسين الاقتصاد المصري. احنا كشركة كل العاملين داخل الشركة شباب مصريين، وتحملنا مسؤولية مشروعات كان عادة بتحمل مسؤوليتها شركات اجنبية، ونجحنا ان احنا ننفذ المشروعات بكفاءة عالية وفي وقت اقل من نص الوقت اللي بتاخده الشركة الاجنبية. الكلام قد ايه مثلا؟ يعني مثلا احنا سبق عملنا محطة توليد كاملة 1000 ميجا، محطتين كل واحدة 650 والتانية 350، اتنفذوا في 6 شهور. الكلام ده ينفذ في 24 شهر، المعتاد ينفذ في 24 شهر، احنا نفذناه في 6 شهور المرحلة الأولى، وانتهى تماما من تنفيذ المشروع في 8 شهور. نفذنا محطة محولات في 6 شهور والمعتاد انها تتنفذ في 18 شهر، فاحنا نفذنا عدد من المشروعات في توقيتات زمنية قصيرة جدا بكفاءة عالية، لكن نجحنا ان احنا ننفذها. والنجاح كان ناتج من ان احنا بنعمل كل حاجة داخل الشركة، يعني احنا اللي بنعمل الدراسات، احنا اللي بنعمل التصميمات، احنا اللي بنعمل تنفيذ المشروع، توريد المهمات وتنفيذ المشروع بالكامل، وفي النهاية احنا بنورد مهمات طبقا للمواصفات، فاذا كانت المهمات دي يجب تيجي من بره بنجيبها من بره، واذا كانت ان هي تكون محلية بنجيبها محلية. لكن في النهاية ادارة تنفيذ المشروع والقدرة على تنفيذ المشروع احنا عملناه، ودايما كنت اقول ان ده بسبب ان احنا كشباب مصري شغالين بالكامل على المشروع، نستطيع تحمل مخاطر لا يمكن لشركة اجنبية ان هي تتحملها هنا، وبالتالي لا احنا قدرنا ان احنا نعمل مشروعات في توقيتات زمنية قياسية جدا بالنسبة للمعتاد في هذا النوع من المشروعات. هل في صعوبات واجهتكم مثلا في خلال تنفيذكم للمشروعات دي؟ بلاش اسميها صعوبات، خلينا اسميها تحديات. يعني في كل مشروع كان عندنا كم مهول من التحديات اللي بتواجهنا عشان نقدر نخلص المشروع في ميعاده. لكن الحقيقة احنا لو انا بدأت من مشروع عتاء او المحمودية كمحطة توليد، او مشروع الفرافرة في الطاقة الشمسية، او مشروع امبابة كمحطة محاولات، كلهم كانوا مشروعات تابعين للدولة وضمن خطط اسعافية لتنفيذ مشروعات في توقيتات زمنية قصيرة، فكان في دعم كامل من الدولة ومن كل الأجهزة
المعنية داخل الدولة عشان يساعدونا ان احنا ننهي المشروعات في معادة. زي ما تعرف دي كلها مشروعات خطط إسعافية، لانه كان في أزمة كهرباء في سنة 2014، وكان فيه رغبة أكيدة من القيادة السياسية ومن المسؤولين في الدولة في وزارة الكهرباء ان يتم علاج وحل مشكلة الكهرباء، رغبة أكيدة، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة عشان خطط تتحل المشكلة. احنا كان دورنا ان احنا خدنا المسؤولية في عدد من المشروعات، في آخرين مصريين برضو أخذوا أدوارهم ونجحوا فيه، وده يثبت ان كل الشركات المصرية اللي على قدر المسؤولية واللي تحملت المسؤولية قدرت ان هي تنجح فيها. لو خدنا مشروع الفرافرة، كان عندنا تحدي مهول ان المشروع على بعد حوالي 600 كيلو من القاهرة، وانه بنشتغل في ارض صحراوية، لكن كان معانا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كانت موفرة كافة الامكانيات اللازمة عشان نقدر كفريق عمل نتواجد في المكان هناك، وكل التسهيلات متوفرة عشان نقدر نقدم عملنا. المواد اللي كنا بنستوردها كان فيه مساعدة كاملة من الهيئة الهندسية عشان نقدر نخلص عليها جمركيا ونقدر نوصلها للموقع في اسرع وقت ممكن. الناس اللي كانوا بيشتغلوا، الشباب كانوا شغالين بمنتهى الحماس في ان هم ينجزوا العمل، وتم انجاز المشروع فعلا في 3 شهور في وقت قياسي جدا، ويعني وبجودة عالية. كان لنا يعني حظ موفور انه السيد رئيس الجمهوريه هو اللي يفتتح المشروع، ويكون لنا حظ ان احنا نعرض المشروع ومده انجازه في اثناء زياره الرئيس. محطه محاولات امبابه برضه كان مشروع فيه تحديات مهوله، لان كان ضمن الخطه الاسعافيه، لانه في سنه 2015 تم حل مشكله انتاج الكهرباء في مصر، لكن كان مازال في مشكلة نقل الطاقة دي وتوصيلها للمستهلكين، وده استتبعه عدد من المشروعات الخطة الإسعافية لشبكات الجهد العالي في الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وكان لنا الحظ ان احنا نكلف بمشروع امبابة في وسط القاهرة، وده كان مشروع فيه تحديات لانه كان ضمن يعني كان في منطقة كانت عبارة عن يعني مقلب زبالة في المكان، كانت المكان في قلب امبابة، وكان مطلوب في 6 شهور. فاحنا يعني استلمنا المشروع وبدأنا نحل كل المشاكل اللي كانت موجودة فيه، مشاكل مهولة، عشان نقدر نخلي الأرض ونقدر نبدأ نعمل الأعمال الإنشاءات. ونجحنا الحمد لله ان احنا ننهي المشروع. حضرتك المشروع من المشروعات الجيدة جدا اللي شكلها رائع، وتم الانتهاء منه في ميعاده، والمحطة نقدر متحملة تقريبا بنسبة 100%، وكان مشروع برضه كان له تقدير عالي من المسؤولين في وزارة الكهرباء ان تم انجاز هذا المشروع في هذا التوقيت القياسي بالنسبة للمشروع. من ضمن برضو المشروعات الناجحة مشروع زراعي، لكن ده طبعا مفاجأة، ده مش حابين ان احنا نتكلم عليه خالص. لا احنا بنعمل مصري. احنا بنعمل برضو مشروعات محطات محاولات لخدمة المشروعات الزراعية، فاحنا بنشتغل دلوقتي في محطات محاولات. الحقيقة عندنا تحدي مهول ان ننتهي من محطتين في خلال 5 شهور، وده زمن غير مسبوق على الإطلاق وغير تقليدي، وبرضو في دعم مهول من الوزارة ومن المسؤولين في الدولة عشان نتمكن من إنجاز المشروع. ومعنا مهندسين حاليا شغالين يعني على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع عشان يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف والانتهاء من المشروع في موعده إن شاء الله. أنا واخدة بالي يا دكتور إن المدة الزمنية دايما لكل مشروعات حضرتك بتكون مدة زمنية في فترة قليلة جدا، ده ثقة كبيرة طبعا من الدولة ومن المسؤولين في الدولة إن هم يختاروا مشروع هيتعمل بجودة عالية جدا جدا من خلال شركة مدكور، هيتعمل بشباب مصري مكافح، وهينتهي في وقت قصير بطريقة ناجحة. ده تحدي دايما علينا، لكن أنا دايما أقول إحنا قادرين على عمل ده لسبب جوهري، لأن إحنا متمكنين من المنظومة الهندسية المتكاملة للمشروع، وعلى رأسها أعمال التصميمات. يعني الشركة عشان تستطيع إن هي تنفذ في مشروع في ميعاده لابد يكون عندها قدرة على تصميم المشروع وقدرة هندسية على الإدارة الفنية للمشروع، لأن لما بكون عندي قدرة على تصميم وإدارة المشروع فنيا ببقى شايف المشروع من أول لحظة لآخر لحظة وشايفه على الورق، وقادر أحدد الأولويات بشكل واضح جدا.
فاحنا من الحاجات اللي بنتميز بيها وتميزنا عن اخرين كتير هي القدرة الفنية وامكانيات التصميمات المتاحة لدى الشركة. انا عندي اكتر من 60 مهندس شغالين في اعمال التصميمات لكل المشروعات اللي احنا بنشتغل فيها، وده بيمكن الشركة ان هي تنجز التصميمات في وقت قياسي، تمكن الشركة انها دايما تقدر تحلل اي مشكلة فنية وتجد لها حلول سريعة جدا، طبعا بالاضافة الى فريق ادارة المشروعات اللي بيشتغل برضه بطرق غير تقليدية في ان هو يدير المشروع في اسرع وقت ممكن. المميز طبعا الميزة الثالثة ان احنا عندنا اطقم فنية لاعمال الاختبارات، فدايما توفر اعمال التصميمات واعمال ادارة المشروعات زائد القدرة الفنية على اعمال الاختبارات وبدء التشغيل، ده بيؤهلنا كشركة وموجود عندنا الناس دي شغالة داخل المجموعة، ده بيؤهلنا ان احنا نقدر ننفذ مشروعاتنا في توقيتات قياسية. من خلال تجربتي المهندس المصري اذا توفر ليه الامكانيات والتدريب بتبقى كفاءته اعلى من اي واحد من اي جنسيه، وقادر على ان هو يقوم باعمال اعلى كمان وينتج بكفاءه اعلى. فكفاءه الشاب المصري او انا دايما بسميها السعه البشريه للشاب المصري تقارن بكل الجنسيات او من الساعات العاليه خلينا نسميها. وبالتالي كل اللي مطلوب هو توفير الاجواء والامكانيات اللازمه من تدريب المصري عشان يقدر ينتج جو عمل عشان نقدر ننجز ونحقق انجازات. انا اتوقع يعني احنا النهارده وده مش مشروع انا اللي بعمله كنت طرف فيه اثناء الدراسات بتاعته، لكن مش انا اللي بنفذه دلوقتي، بتنفذه شركات اخرى اللي هي مشروعات الطاقه محطه بني سويف والبرولوس والعاصمه الاداريه الجديده، دي تقريبا تعتبر اكبر مشروعات على مستوى العالم في الطاقه حاليا بتنفذ هنا في مصر، وبتنفذ في توقيتات زمنيه بشركات مصريه لم تحدث في العالم كله قبل كده على الاطلاق. احنا هنروح لفاصل وهنرجع تاني نكمل كلامنا، بس خلينا نقف عند النقطة دي وهرجع تاني اكمل كلامي مع حضرتك. فاصل صغير وهنرجع لكم تاني ونكمل كلامنا في حب مصر. ازاي بتقدر ان انت تتعامل مع الكرو بتاعك علشان تنتجوا مشاريع ناجحه زي المشاريع اللي انتوا بتعملوها في مجال الطاقه وغيرها من المجالات المختلفه لرفع الاقتصاد المصري، وكمان ازاي بتقدر ان انت تختار الشباب المصري من مهندسين وغيره على اكمل وجه، فهل ده بيكون مسؤوليه الشركه ولا مسؤوليه الدوله؟ الحقيقه اشكرك على السؤال لان دي نقطه جوهريه ومهمه جدا. انا اتكلمت عن كفاءه الشباب المصري وقدرتهم على ان هم ينجزوا شغل ويعملوا في او ينجزوا الاعمال بكفاءه عاليه. الكلام ده الحقيقه عشان يحصل في بعض الاجراءات اللي لازم تتم. فاولا الاختيار، احنا بنحاول نختار كفاءات على اساس قدره الشخص اكتر من خبرته السابقه، عشان كده احنا بنركز جدا على حديث التخرج في تعييناتنا، وبنركز على الشباب اللي عنده طاقة أكتر من اللي عنده خبرة. أحيانا الخبرة ممكن ما تكونش منظمة قوي، ممكن ما تكونش محطوطة في إطار سليم. الحاجة التانية والمهمة جدا هو إيماننا بالتدريب. بدون تدريب مش ممكن نعمل أو ننجح في الشغل. التدريب هو الأساس
اللي يقول اذا كنا احنا نقدر بمجموعه الشباب دول نحقق انجاز ولا ما نحققش انجاز. فالتدريب له اهميه قصوى، وانا مؤمن انه حتى دايما لما كنت بدرس في الجامعه كان ساعات الطلبة تسألني ان احنا ما عندناش خبرة عملية، بنطلع من الجامعة ما احناش فاهمين عملي قوي، ما يعني معرضين للخبرة العملية. فانا كان دايما كلامي ان انت ما تشغلش بالك بالحكاية دي، لان انت في الجامعة دورك تطلع متعلم قواعد نظرية، ما انتش محتاج تدخل في الناحية العملية. المسؤول عن تحويلك من الناحية النظرية اللي انت بتدرسها في الجامعة الناحية العملية هي الشركة اللي انت هتنتمي ليها، وبالتالي دور الدولة ان هي توفر لي فرص التعليم كويس، تؤهلني نفسيا وتؤهلني علميا في المادة اللي انا بشتغل فيها. انما دور الشركات ان هي تؤهل الفرد على ممارسة المهنة العملية. لما بيكون الشاب بيتعلم كويس او واخد يعني عنده خبرة فنية كويسة او متعلم فنيا كويس، بيبقى سهل جدا ان انا ادربه على اداء وظيفته من الناحية المهنية. عشان كده احنا عندنا اهتمام بالغ بالتدريب، لدرجة ان احنا يعني متعاقدين مع شركة يعني منفصلة عشان تقوم فقط بدور التدريب داخل الشركة، فهي اللي بتصنف العاملين وبتحدد لكل موظف في الشركة اي نوع دورات التدريبية اللي يجب يحصل عليها، بتقدم تدريب داخلي داخل الشركة للناس من اول تدريب على ماذا يعني انك موظف داخل الشركة، مش بس تدريب على انه ازاي تعمل وظيفتك، لا كمان تدريب على يعني ايه انا موظف، ايه علاقتي بالشركة، ايه العلاقة القانونية اللي بيني وبين الشركة، ايه حقوقي والتزاماتي اللي ناحية الشركة. مصطفى، ليه حضرتك يعني حرمت الشباب او الجيل الجديد من التدريس، فقررت ان انت تسيب التدريس عشان تتفرغ لايه؟ يعني ليه ما كملتش؟ سؤال برضو سؤال عميق جدا. لانه انا عملت ده عن ارادة واضحة، ما عملتوش بالصدفة ولا لاسباب مادية على الاطلاق. انا كنت بدرس في الجامعه واستطيع ادعي ان انا كنت يعني مميز في التدريس بشهاده الطلبه تلامذتي يعني، وكان عندي قدره فائقه في البحث العلمي، لكن انا قررت باراده مدروسه ان انا استقيل من الجامعه وان انا اتحول للعمل الخاص واسس اشتغل فيه، واسست شركه سنه 2003 ورجعت اسست شركه تاني سنه 2015. الكلام ده كان عن اراده واضحه وعن دراسه واضحه ان انا عايز اعمل كده، وسئلت في هذا السؤال قبل كده، وكانت الاراده هي ان انا وانا استاذ في الجامعه وانا باحث المفروض يبقى ليا اضافه للمجتمع، ان انا اعمل ابحاث وان انا اساهم في التطوير البحث العلمي وفي انتاج منتج مصري مبني على البحث العلمي اللي انا بقوم بيه. بالظبط، وبتربي اجيال كمان. وبنربي اجيال طبعا. لكن الحقيقه الظروف العامه في الجامعه مع متطلبات الحياه لم تكن تساعد لعلى توفير الالتزامات الحياتيه بشكل يتناسب مع المركز او الوضع ان انا ما كنت المفروض اكون موجود فيه، ولا الاراده الحقيقيه داخل اراده الجامعه تسمح ان انا اقدر فعلا يبقى عندي مركز ابحاث خاص بيا في الجامعه واقدم الابحاث اللي المجتمع محتاجها، ولا الصناعه في مصر مهتمه ان هي تحصل على هذه الابحاث وتوصلها الى مرحله التطبيق. فالمنظومه بالكامل كانت بالنسبه لي احساس بان انا مستمر في طريق انا لن استطيع فيه ان انا اقدم قيمه مضافه للمجتمع اللي أنا موجود فيه. من رجل أعمال ناجح
وصاحب شركة ناجحة زي مجموعة شركات مذكور للشباب المصري دلوقتي، توجه لهم رسالة تقول لهم ايه دكتور؟ هقول زي ما بقول لي الشباب اللي معايا في الشركة. أنا النهاردة دايما مع زمايلي في الشركة دايما بقول إيه، إحنا مصريين وموجودين في بلدنا، وبالتأكيد كلنا بنحب بلدنا، وبسأل دايما السؤال ده، حد بيجد صعوبة أو مشكلة وهو جاي من بيته للشغل؟ حد بيمنعه إن يجي شغله؟ حد بيبقى عنده قلق وهو سايب بيته، سايب أسرته أولاده وجاي للشغل خايف عليهم؟ حد بيروح بالليل بيضطر يقفل على نفسه عشان خايف من أي هاجس يجيله؟ بالتأكيد مفيش حد بيعاني من أي حاجة من دول. إذا مفيش أي ضغوط تقع علينا تمنعنا إن إحنا نخرج كل الطاقة البشرية الموجودة عندنا في شغلنا وننجح في شغلنا. لو وجهنا الطاقة دي في اتجاه حب بلدنا، وإن إحنا لما نعمل شغل إحنا كده كده لازم نشتغل، ولما بنشتغل بناخد مرتباتنا وبنعيش، ودي نتيجة وليست سبب يعني. وبالتالي طب ما نوجه شغلنا ده في ان احنا نعمل حاجه احنا بنحبها ونعملها لصالح بلدنا. وبما انه الاوضاع العامه والظروف العامه، طبعا كلنا بنواجه مشاكل الحياه اليوميه العاديه اللي كلنا بنواجهها، لكن في النهايه ما فيش ضغوط امنيه او ضغوط بتؤثر على اي حد فينا عشان يجي شغله. وبالتالي نستطيع ان احنا نخرج كل الطاقة البشرية اللي عندنا، احنا عندنا طاقة مهولة كشباب مصريين يعني. فأنا بطالب كل الشباب ان هو يركز في شغله، يخرج كل الطاقة الموجودة عنده في عمل مفيد، في شغل، في تحقيق نجاح. لو كل الشباب عمل كده احنا كمصر هنطلع يعني هنبقى من اوائل الدول. للاسف يا دكتور وقت البرنامج خلص مع حضرتك بسرعه جدا جدا، بشكرك على وجودي معاك النهارده وعلى الضيافه الكريمه اللي حضرتك استضفتها لبرنامج حب مصر. يعني في نهايه لقائنا بنتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور مصطفى امين مذكور، رجل من ابناء مصر قدر ان هو يقدم العديد من الاستثمارات، وقدر كمان ان هو يقدم العديد من الانجازات والمشاريع في مجال الطاقه ورفع الاقتصاد المصري. كان يشرفنا وجودنا معاه النهارده، ووجودنا كمان في عالم محيط بالنجاحات، وان شاء الله يا رب مصر من اوائل الدول في الاقتصاد والنجاح والاستثمار والمشاريع وكل حاجه في حب مصر. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، في حفظ الله.